يا أفشن زرفن تودا داري هونو لزلك إتولا مكتلنا كزرفو تتاك أميلا مهون با تكنولوجي مزمن أسفل لغال تاديا كا تكنولوجي غراب رولا مرامر يفترا كيلو تيالو يساو حبت ببزاتنا بطرات مفرات با منغستنا با قلو زرف بتكرت يتسرى بتيجنجل يا أفشن اندستريو هاگر بك البهون يفترا وطيتو چندي تاگزونا يفترا سراو چندي زي متوط أتو چل ما برتاتات يا إتوبيا سيفيل أفشن كا ترانسپورتنا لوجستيكس منستر غراب غراب مهون فترا لا إنوفشن لهك أتبا ميل مريك قال يا افيشن انوفيشن اوردر اي مازاجاجتون استاوقال يا ترانسپورت نا لوجيستكس منستر ديتا دنگي بورو زرفون توداداري لمادرغ با تكنولوجي ماسادغ يگبال بلوال لذي دگمو با افيشن ويتزاجاجاو يا انوفيشن اوردر اي يالو مينا كفتهغا مونون تقموال تقيمت ور ب 2016 حمت امرت يمكفتو فقرا لافيشن لهقت بمل مريقال كايدو يا افيشن انوفيشن اكسبو كزي كف ياليو تقيمتام ياللو نو بييه مامنالو بقطاي لميكايدو بزرفو يتلايو يزتنا يتكرت اقطاچا يالاچو بالستان مسرابيتو ميكايدو ليلوچ مسل ليلو تسراوچ فرق قداجم نو يتوبيا سيفيل افيشن بالستان وانا دايركتر جيتاچو منغستي ببكولاچو يا اودر ايو واننيا لاما يفطرا سران مابرتاتات يگبيات سروچن مفطر انديهم يا افيشن تكنولوجيون ماستوق مونون گلصوال با اودر ايو سيمپوزيوموچنا وددروچ بمادرگ لفطرا بالماوچ يا تكنيك ناي فاينانس دگاف انديميدرگ انستوال زندرو مناكناونو اكسپو علاماو يا اندنيا يا افيشن انوفيشن وتيتوچ مرتوچنا گلگلوتوچن በማስተዋወቅ ባቪሽን ፈጠራ ስራ የተማሩ አካላትን የማበረታታት አላማ ያለው ነው ሌላው ከነኚ ውስጥ ለተመረጡት ያቪሽን ቴክኖሎጂ በጣሪያዎች እውቅናና ቀጣይነት ያለው ድጋፍ መስጠት ያስፈልጋል ይህንን አላማ ለማሳካት በዘርፉ የሚገኙ ባለሙያዎችን ለመደገፍና ለማበረታታት እንዲሁም ኢትዮጵያን በአህጉር ደረጃ የአቪሽን ኢኖቬሽን ማዕከል ለማድረግ የአቪሽን ኢኖቬሽን አውደር ዩ ከባለድርሻ አካላት ጋር ለማዘጋጀት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጠናቀቃቸው ተጠቁሟል። በኤክስፖ ከ80 ያላነሱ ወጣቶችና ተቋማት ውጤቶቻቸውን ኤግዚቢት ያደርጋሉ የሚል ይቅርታ ይዟል አሁን ባለው ሁኔታ ከዛ በላይ እንደሚቀርቡ አመላካሽ ነገሮች አሉ። እነዚህን የፈጠራ ባለሙያዎች ለማበረታታትና ለመደገፍ እንዲሁም ሀገራችንን በቀጣይ በአህጉር ደረጃ የአቪዬሽን ኢኖቬሽን ማዕከል ሀብ ለማድረግ የተነደፈውን ራዕይ ከማሳካት አኳያ አስተዋጽኦ ሊያበረክት የሚያስችል የአቪዬሽን ኢኖቬሽን ኤክስፖ አውደ ርዕይ ጉዳዩ ከመመለከታቸው ሌሎች መንግስታዊ ተቋማት ጋር በመተባበር ለማዘጋጀት ህቅት ተዘጋጅቶ የቅድመ ዝግጅቶች ስራ ተጠናቋል። ኤክስፖ ከጥቅምት 13 እስከ 17 2016 ዓ.ም ባሉት 5 ተከታታይ ቀናት በሳይንስ ሙዚየም እንደሚካሄድ ተጠቁሟል።